في أي حال هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر، هنروح لمدينة العريش وحالة الفرحة اللي بتشهدها مدينة العريش بعد افتتاح سينما قصر ثقافة العريش اللي كانت متوقفة من 12 سنة. خلينا نتعرف على التفاصيل أكتر. معانا على التليفون الأستاذ محمد نبيه رئيس إقليم القناة وسينا للثقافة. يعني على ما يكون معانا طبعا ويتواصل معانا دلوقتي، لأن واضح في مشكلة في الشبكة، لكن فكرة إنه إحنا بنتكلم على مدينة العريش وافتتاح قصر ثقافة في مدينة العريش، وقبلها كنا بنتكلم على الوادي الجديد. ده بيأكد ان في استقرار في مدينة العريش، ده بكل تأكيد. لو نفتكر العملية الشمسية 2018، النهاردة احنا حاربنا ارهاب والحمد لله انتصرنا على الارهاب. النهاردة في مرحلة التنمية والتطوير وانتشار الثقافة كمان والفكر. ده بكل تأكيد، يمكن ده من اكبر الأسلحة اللي ممكن تحارب الإرهاب. صحيح. هي الثقافة. على أي حال معانا الأستاذ محمد نبيل رئيس إقليم قناة وسينا للثقافة، بنرحب بحضرتك يا فندم. ولو في البداية تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين عن الأجواء اللي تشهدها مدينة العريش مع افتتاح السينما اللي استمر غلقها 12 سنة. صباح الخير يا أستاذة جمانة، صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير. صباح الخير يا مصر. اسمحوا لي أهني إخواننا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. وانطلقت التهاني كما انطلقت من كاتدرائية ميلاد من العاصمة الإدارية، أيضا انطلقت من العريش. وأنا أقصد أقول أن أهالي العريش هم كل المصريين بعيد الميلاد المجيد أمس وأول أمس. نعم. مع افتتاح سينما العريش بقصر ثقافة العريش. أتصور أن قصر ثقافة العريش يعود إلى ممارسة فعاليات أخرى بخلاف الثقافة، أو أن دور الثقافة أصبح له تأثيرا موازيا للأدوار الاقتصادية والسياسية داخل مصر. الثقافة الآن تعبر عن الأمان في منطقة سيناء، شمال وجنوب سيناء. الثقافة الآن توازي النجاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الممتدة في وديان وقرى سيناء شمالا ووسطا وجنوبا. الثقافة الآن تقدم رسالة مؤمنة بهدفين: الهدف الأول لمركزية الثقافة، الهدف الثاني العدالة الثقافية. تنتهج وزير الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني مبدأ الاهتمام بالنشر. شايفين كلنا حضراتكم مع المشاهدين الصورة اللي قصاد شباك تذاكر سينما قصر العريش مع بداية افتتاح اليوم الأول للافتتاح، المتواجد كلهم أطفال وشباب. هذا هو المقصود بالثقافة في استراتيجياتها الجديدة. 60% من قوام الشعب المصري من الشباب ومن الأطفال هم المستهدفين من هذا المنتج الثقافي، سواء كان فني او ادبي باختلاف تنوعاته. امبارح او اول امبارح كنا مع الاحتفال في اعياد الميلاد، كان معالي الوزيره اعلنت ان هيكون مع بدايات يناير حدث مهم في شمال سيناء يخص الثقافه، وهذا هو الحدث الاهم، وهو اعاده افتتاح سينما العريش من جديد. بالمناسبه للساده المشاهدين والاهالينا في سيناء، كان هناك من 1982 في قصر ثقافة العريش عندما بدأ إنشاؤه سينما في الأعياد تفتح أبوابها في الأعياد والمناسبات القومية فقط، ثم أغلقت في 2005 هذه السينما. وكان هناك على شارع البحر سينما صيفية قوامها حوالي 1200 كرسي، تم برضو إغلاقها تقريبا مع، يعني مش عايز أقول الإهمال، لكن تم عدم صيانات متتالية ليها فأغلقت في 2005. من هنا نقدر نقول ان الانسان المصري او النشأ او المواطن الطفل او الشاب ان لم تملا الوعاء الانساني لهذا المواطن، وهذه هي مسؤوليه الدوله والكيانات المدنيه داخل الدوله، ان لم تملا هذا الوعاء الانساني بالثقافه والفنون والجمال والقيم والاخلاق والمبادئ، ستترك لا شك، ستترك لا شك يعني ان يحتل هذا الوجدان الانساني بالكراهيه ونبذ الاخر. صحيح. عدم قبول الاخر وافكار العنف والتطرف، وهذا ما حدث بالتاكيد في كثير من اماكننا عندما تراجع دور الثقافه يعني كثيرا الى الوراء. اليوم يعني تعلن الثقافه ان سيناء امنه عندما تعود الشيخ زويد، عندما تعود العريش، وعندما تعود بئر العبد، وهي المدن الاشهر على الساحه الاعلاميه في الفترات السابقة. سنوات كثيرة لم نكن نسمع إلا صوت البارود في هذا المكان. صحيح. اليوم نقول أن صفا بصف، يعني داخل الخندق المصري الجناء يحارب الإرهاب، ليس فقط بالبارود ولكن بالفن والثقافة والأداب والفنون المختلفة. الصورة جميلة جدا جدا جدا. حضراتكم شايفين سباحة ثقافة العريش، وأنا بحب جدا أقول العريش في وسائل الإعلام، لأن إحدى فتيات يعني الرائدات أو الرواد في قصر العريش كانت بتقول لي: يا فندم احنا ما كناش بنسمع العريش الا في النشره الجويه.
النهارده احنا الحمد لله العريش تملأ الاذان والافطار. النهارده العريش امنه، النهارده اهالي العريش متواجدين الصوره دي الساعه 2 مساء بعد انتهاء الحفله، الساعه 12. احنا عندنا حفلات يوميه من الساعه 10 صباحا حتى الثانيه 10 مساء. يعني حضرتك بتقول للعالم كله داخل مصر وخارجه من خلال صباح الخير يا مصر، شمال سيناء امنه، وسط سيناء امنه، جنوب سيناء امنه. هذا فيما يخص سيناء العزيزه والحبيبه الى كل قلوبنا، كما قال السيد الرئيس ان علينا جميعا ان نتجه الى سيناء بنفس يعني النسيان يعني والبعد. 30 سنه عن سيناء نتوجه بقوه وبسرعه الى تنميه المواطن وليس فقط تنميه الارض والمواد. نعم، طيب استاذ محمد خليني اسال حضرتك، يعني احنا انتهينا من مرحلة وبدأنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة التنوير ومرحلة الثقافة يعني المواطن السيناوي تحديدا المتواجد في العريش، لكن احنا بنتكلم على 18 سنة تقريبا من غلق سينما العريش، سواء كانت السينما الخاصة بقصر الثقافة أو السينما الصيفية اللي حضرتك تحدثت عنها. إيه أبرز ملامح التطوير للسينما الجديدة؟ وهل تم الحفاظ على الهوية السينوية اللي موجودة في هذا المكان؟ طبعا أنا بشكرك جدا، لأن لما رحنا سيناء وأنا بعتذر إن أنا أقول رحنا، لأن المفروض إن إحنا متواجدين في سيناء بشكل دائم. صحيح. لكن لما استغلينا المعابر اللي تم إنشائها تحت مطر في بورسعيد وفي الإسماعيلية والجديد في السويس موازيا لأحمد حمدي، عندما تم الانتقال بمشروعات الثقافية كالوديان يعني قوات الوديان الثقافية إلى كل رباط سيناء، اكتشفنا أن هناك اهتماما كبيرا بين الشباب والشابات، بين السيدات النساء الكبار أو الكبيرات في سيناء بالحفاظ على الموروث الثقافي. ونحن نقول بالموروث الثقافي هو أتمدي واللمت، بمعنى أن المقولات والمأثورات الوطنية والشعبوية المنتشرة يعني بين الأسر السينوية في الوديان وفي القرى ظلت تتردد داخل قصر ثقافة العريش. أيضا المنتجات اليدوية من سواء كان يعني منتجات النخيل، الأساتذة في صراع لا يقولون دائما بأن يعني مخلفات النخيل ولكن منتجات النخيل، منتجات النخيل ومنتجات البيئة السينوية، تطريز وخياطة إلى أو حياكة إلى آخر هذه المشغولات اليدوية تم الاهتمام بها في قصر ثقافة العريش حفاظا على أو إحياء للموروث الثقافي المادي واللامادي في العريش وفي المدن المجاورة. صحيح. أيضا أحب أقول أن مش بس في قصر الثقافة في العريش، لكن كمان في قصر الثقافة في بورسعيد، في قصر الثقافة في بئر العبد حديثا إن شاء الله وقريبا جدا هيتم افتتاح قصر ثقافة نخل في وسط سيناء. هذه المدينة الكبيرة التي تمتد من قصر السويس حتى الحدود المصرية شرقا وحوالي 11,000 كيلو متر مربع. نعم. ايضا في الحسنه مركز ومدينه الحسنه تم يعني جاري انشاء يعني موقع ثقافي تلبيه لمطالب مشايخ واهالي الحسنه باذن الله. يا استاذ محمد لكن اعذرني المقاطعه لانه يعني الوقت ضيق بعض الشيء، عايز اعرف من حضرتك اسعار الدخول قد ايه اسعار التذاكر، وايه هل في نوعيه معينه هتعرض في سينما العريش ولا هتبقى الافلام الموجوده في السوق؟ طيب احنا اتفقنا ان العداله الثقافيه تقول او تؤمن بان المواطن المصري سواء تحت العلم وفوق الارض المصريه. نعم. كل ما يقدم في السينمات حضور العرض المصريه في القاهره والاسكندريه العواصم السياسيه والعواصم الكبرى في مصر يقدم في العريش لاهالينا في سيناء. من المنتج الثقافي الفني المختلف، هذا اولا. ثانيا يكفي ان اقول لحضرتك ان اهالي العريش حوالي او قرابه 200,000 نسمه، وطبعا القاهره لا يخفى على احد هذا الرقم حوالي 20 مليون نسمه. نعم. كل دور العرض في القاهره لا تتجاوز 50 الى يعني 100 من الرواد. يعني الصور تشهد بصاله العرض في الافتتاح يوم 7 او يوم ليله 6 و7 يناير كان قرابه من 150 ل 200 طبقا للاحصائيات او لعدد التذاكر المبيعه في هذه الايام، وما يشي ويبشر بان باقبالا يعني متزايدا من شباب اسعار التذاكر دي يا استاذ محمد. في النهايه سعر التذكره مخفض جدا قياسا بقى لاهالينا، 40 جنيه للتذكره في الفترات المسائيه و20 جنيه في فترات الصباح. نعم.
نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء للثقافة، مشكورة يا فندم جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات.